معظم الناس بيخش مجال اليوتيوب عشان يحقق ربح منه، وبيدخل في المجال ده من غير ما يدرسه كويس. واي مجال بتخش فيه بيحقق لك ربح لازم تكون درسه كويس، ولكن مش ده اللي بيحصل مع معظم الناس اللي بيدخلوا يعملوا محتوى على اليوتيوب. معظم الناس مجرد ان هو بيسمع ان مجال اليوتيوب ده بيكسب، فبيستسهل الحوار ان هو ممكن يصور من على الموبايل وينزل اي فيديوهات، او بياخد اي فيديوهات مثلا من التيك توك او من على النت، ويبتدي بدون علم او بدون اي دراية بيبتدي ينزل الفيديوهات دي. وفي الاول طبعا بتجيب له مشاهدات كتيرة، وده بيشجعه اكتر ان هو يكمل على اللي هو ماشي عليه. واللي بيشجعه اكتر واكتر ان هو بيلاقي قنوات برضو بتعمل نفس الحوار ده وبتجيب مشاهدات كبيرة وبتجيب فلوس كتيرة. واللي بيشجعه اكتر واكتر ان فيه للأسف كتير من صناع المحتوى بيبتدي يباهى بالفلوس اللي هو خدها من اليوتيوب، ويقول لك انا جبت احسن عربية في العالم واحسن شقة في العالم، وعملت شقة بعشرة مليون جنيه وعشرة مليون دولار وحاجات كتيرة قوي. المفروض ان انت ما تعرضهاش على المشاهد، لان المشاهد بياخد النتيجة النهائية بس، ما يعرفش صانع المحتوى ده مر بايه خلال رحلته في اليوتيوب. ده غير ان طريق النجاح في اليوتيوب بيختلف من وقت للاخر، بمعنى ان الحوار كان سهل جدا في بداية اليوتيوب. يعني صناع المحتوى اللي ابتدوا في بداية اليوتيوب كان الطريق ممهد ليهم بطريقة كبيرة جدا، ولكن ده مش اللي بنلاقيه لصناع المحتوى اليومين دول اللي هم لسه بيبتدوا قنوات جديدة، لان في سياسات كتيرة اتغيرت في اليوتيوب واللي هي بقت تطبق على المبتدئين بس. وللأسف اليوتيوب ما بيقدرش يطبق سياساته الجديدة دي على القنوات القديمة، ده نتيجة ان القنوات دي بقى ليها تقلها، يعني عندها مشتركين كتير ومشاهدات كتير اللي بتجيب لليوتيوب فلوس كتير. فياريت ما تحطش الكلام ده كله في دماغك، ما تبصش للمحتويات اللي هي بتكسب كتير او المكسب السهل، لان اليوتيوب بيحتاج منك وقت كتير عشان تقدر تحقق منه ربح، ولكن للأسف معظم الناس منا بتحب الربح السريع، وده صعب جدا دلوقتي في اليوتيوب. فعشان مش عاوزك تضيع وقتك فهقولك في الفيديو ده على المحتويات اللي اليوتيوب ما بيقدملكش فيها الربح من خلالها. اول نوع محتوى واللي اليوتيوب هنا بيرفضه وهو حالات الواتس، يعني ان انت تجيب شات من الواتس وتبتدي تعلق عليها، او تحط صور من المحادثات دي ورا بعض، او ان انت تجيب فيديوهات من التيك توك وتحطها كده زي ما هي من غير ما تعمل تعليق عليها. اليوتيوب بيمنع حاجة زي كده تماما، وبيدي لك عليها مخالفات لان بيعتبرها فيديوهات ما بتقدمش قيمة، ولو ما جاش عليها مخالفات فبعد تعب كبير ووصولك للالف مشترك والاربع تلاف ساعة مشاهدة، يعني حققت الشرطين، بتبتدي تقدم قناتك للمراجعة. القناة هنا بنسبة كبيرة جدا بتترفض، وبتبتدي للأسف من أول وجديد. وعشان تتجنب حاجة زي كده لازم تضيف للفيديو قيمة مضافة فعلية، بمعنى ان انت مثلا لو جبت فيديوهات تيك توك يستحسن زي ما انا قلت في فيديو قبل كده ان انت لازم تطلع بنفسك او تعمل تعليق كامل على الفيديو، ومش لازم تاخد فيديو كامل زي ما هو، انت ممكن تاخد لقطات من كذا فيديو وتبتدي تعلق عليهم بصوتك. هنا دي بتدي احتمالية كبيرة جدا ان الفيديو يتقبل، ولكن برضو يظل اليوتيوب بيحاول يصعب على اصحاب المحتوى من النوع ده. وتاني فكرة محتوى اليوتيوب برضو ما بيقبلهاش وما بتحققش ربح، وهي فيديوهات كرة القدم، بمعنى ان كان في قنوات زمان بتاخد لقطات من ماتشات او بتعمل بث مباشر لماتش اصلا شغال، الماتش ده بيكون بحقوق طبع ونشر لقنوات معينة. القنوات دي عشان تبث الماتشات دي بتدفع فلوس كتيرة جدا، وهي شركات اصلا كبيرة جدا، فاي محتوى كورة بياخد لقطات من الماتشات دي اكيد بيجيله مخالفة، وبتجيله مخالفة بطريقة سريعة جدا ما بتستناش المراجعة، يعني المخالفات من سرعتها ممكن يجيلك 3 مخالفات، ولو جالك اكتر من 3 مخالفات في خلال اقل من 90 يوم هنا بتتقفل لك القناة. وطبعا دي الحاجة اللي عاوزين نبعد عنها خالص ونكون في السيف سايد، عشان ربنا يكرمنا قصاد التعب اللي احنا بنتعبه في عمل الفيديوهات بتاعتنا. وبالنسبة للمحتوى الثالث فهو محتوى الافلام والموسيقى، وهنا برضو اليوتيوب بيدقق عليه بطريقة جامدة جدا، يعني ان انت تاخد لقطات من افلام، وفي بعض القنوات بتاخد افلام كاملة، هنا ده بيجي عليهم انذار او مخالفة على طول، او بتتقفل القناة، ولو كانت القناة مفعلة الربح فهنا بيتوقف ربح للقناة لغاية ما يشيل الفيديوهات دي وبيجيله انذارات عليها. فطبعا ان انت تاخد فيديوهات من محتويات تانية اليوتيوب بيمنعه جدا، ولكن المحتويات دي بتبقى فعلا الانذارات فيها سريعة جدا، لان الشركات اللي بتعمل الافلام او بتعمل الموسيقى او زي المحتوى اللي قبل كده اللي هو كرة القدم، دي بتبقى شركات ضخمة كبيرة جدا، وبيبقى ليها قسم مخصص ان هي تشوف المخالفات اللي بتنزل على اليوتيوب عشان يتأكدوا ان هم بس الشركة الوحيدة اللي بتنزل المحتوى ده حصري،
وبالتالي كل المشاهدات تروح ليهم، وبكده يقدروا يجمعوا الفلوس تاني اللي دفعوها في شراء المحتوى الحصري الخاص بيهم. وبالنسبة الرابع محتوى، فهو المحتوى اللي انت بتجيب فيه صور وتحطها مع بعضها ورا بعض عشان مثلا تعمل منهم قصة معينة، او بتجيب محتوى كتابي يعني صفحات مكتوب فيها الكلام وانت بتعرضها ورا بعضها. لو المحتوى ده قدمته بدون تعليق فهنا اليوتيوب بيرفضه 100%. لازم تقدم قيمة مضافة على المحتوى ده، يعني لازم تقدمه بتعليق صوتي، ومش تعليق صوتي مثلا حاجة بسيطة، لا لازم تعمل تعليق كامل للفيديو، وده طبعا بيصعب من انتاج الفيديو وبيطول من مدة انتاجه. ولكن هنا اليوتيوب بيبقى عاوز ان انت تعمل الفيديو بتاعك الحصري الخاص بيك انت، عشان اليوتيوب هنا زي ما تقول كده حصل له تخمة من كتر المحتويات اللي موجودة وصناع المحتوى. يعني عايز اقولك بالارقام بيتم انشاء ملايين القنوات سنويا على اليوتيوب، وملايين القنوات برضو بتتقفل من خلال اليوتيوب نتيجة المحتوى المقرر او المحتوى المعاد استخدامه او النقرات الغير صالحة، وده اللي بيقدر الالجوريزم بتاع اليوتيوب ان هو يصطاده. ولكن في قنوات كتيرة بتقدر تعدي من تحت الالجوريزم بتاع اليوتيوب، وهنا بيجي دور المراجعين ان هم بيبتدوا يشوفوا قنوات بطريقة عشوائية ويبتدوا يعملوا مراجعة سريعة عليها، ولو عملوا انذارات على قناة معينة بيبتدوا يحطوها في دماغهم ويبتدوا يدققوا على كل حاجة فيها. فانصحك برضو لو انت بتفكر تعمل محتوى كتابي او محتوى الصور تبعد عنه لو انت مش هتضيف التعليق الكامل ليه. وبالنسبة لخامس محتوى، وهو المحتوى الاصلي اللي انت عامله ولكن انت بتخليه مش اصلي بان انت بتدخل عليه موسيقى ليها حقوق طبع ونشر. يعني لو انت اللي مصور الفيديو بتاعك من اوله لاخره وما خدتش فيديوهات من اي محتوى تاني وخدت موسيقى، الموسيقى دي عليها حقوق طبع ونشر وحطيتها على الفيديو، سواء حطيتها على الفيديو كاملا او حتى على البداية او حتى على النهاية بس، هنا اليوتيوب بيعتبر ان الفيديو كله مش اصلي، يعني بيعتبر ان هو عليه حقوق طبع ونشر. ممكن طبعا لو انت عملت الحوار ده مرة او مرتين في فيديو ممكن هنا اليوتيوب يتغاضى عن حاجة زي كده وممكن يعديها، لكن لو عملته على كل الفيديوهات بتاعتك اضمن لك هنا 100% ان اليوتيوب ساعة المراجعة هيرفض لك مراجعة القناة. وسادس محتوى واللي لازم تبعد عنه، ان زي ما احنا عارفين ان في سايتات كتيرة على النت بتقدم لك مجموعة من الفيديوهات المجانية. في بعض الناس بتتخيل ان هي مدام مجانية فان هي ممكن تاخد تجميع الفيديوهات دي وتجمعها مع بعض وتعمل فيديو خاص بيها وبكده تكون بعدت عن حقوق الطبع والنشر. هنا اليوتيوب بيعتبر حاجة زي كده ان هي محتوى مقرر وبيرفضها رفضا تاما، ولو الفيديوهات دي برضو عدت معاك وجابت لك فيوهات ومشتركين وعملت مراجعة للقناة اليوتيوب هنا بيرفض مراجعة القناة دي. لازم تضيف قيمة للفيديوهات دي. طب الفيديوهات المجانية دي كده ايه لازمتها؟ وهل ممكن استخدمها في اليوتيوب ولا لا؟ انت ممكن تستخدمها كعامل مساعد ليك في الفيديو بتاعك، بمعنى ان انت تعمل الفيديو الاصلي بتاعك وده يكون عامل مساعد ان هو مثلا بتحب توضح بيه حاجة معينة انت مش قادر تصورها، فبتاخد الفيديو ده وتبين بيه مثلا حاجة معينة. ولكن ان انت تعتمد على الفيديو كاملا كله من الفيديوهات المجانية دي فاليوتيوب هنا بيرفض حاجة زي كده، وانصحك ان انت تبعد عن المحتوى او عن الفكرة دي نهائيا. وسابع محتوى، ان في بعض الناس بيلاقوا مثلا شخصيات عامة ومشهورة بيكون عندهم اكونتات مثلا على الفيسبوك، بيبقى منزل فيديوهات على الفيسبوك وبيبقى عارف ان الشخصية العامة دي ما عندهاش قناة على اليوتيوب، فبيبتدي ياخد الفيديوهات اللي من على الفيسبوك دي ويبتدي يحطها على اليوتيوب باسم قناة الشخصية العامة دي. فهنا ده يعتبر انتحال شخصية، واليوتيوب برضو بيقدر يكشف حاجة زي كده، وما تحاولش ان انت تضيع وقتك في محتويات زي دي حتى لو هي مشيت معاك في الاول. اما بالنسبة لتامن واخر محتوى فاللي هو تم تعديله من فترة قريبة، وده كان بسبب الحروب القائمة حاليا. ففي بعض صناع المحتوى اللي هم ابتدوا يتكلموا عن الحروب، طبعا اليوتيوب بيرفض الكلام نهائيا سواء بالسلب او بالايجاب عن الحروب. فلو انت محتواك مثلا بيتكلم في السياسة فيستحسن ان انت تبعد عن الكلام عن الحروب نهائيا، لان ده 100% هيترفض من خلال اليوتيوب. ودي كانت اهم واشهر المحتويات اللي بتخالف سياسات اليوتيوب واللي ما بتحققش ربح منها، واللي ممكن انت تتعب عليها كتير جدا وللأسف في الاخر بتلاقي كل ده راح في الهواء. عشان كده بكرر الكلام ده كذا مرة ان منصة اليوتيوب منصة مش سهلة ولكن برضو مش مستحيلة. الربح عليها ما بيجيش من يوم وليلة، لازم بتبني اسمك وتبني قناتك، وللأسف هنا المشوار فعلا بيبقى طويل، ولكن بعد ما تمشي المشوار الطويل ده اكيد ربنا هيكرمك ان شاء الله ومسيرك في فترة هترتاح. ودي كانت نهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واعملوا شير
شير ولايك للفيديو عشان ينتشر، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، واكتب لي في التعليقات لو عندك اي مشكلة او استفسار، برد على كل التعليقات. اشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.